يعني اذا كان عندنا هذا الحكم الذي تأخر، فاحنا عندنا النهارده الحقيقه حكم يعني شفى صدور ناس كثيرين جدا جدا. انتوا فاكرين قصه مقتل القس سمعان شحاته، استشهاده قتله مهووس باسم الله، وكلمنا ايامها على القضيه. النهارده في المحكمه، محكمه جنايات شمال القاهره، احالت اوراق المتهم بقتل القنبله سمعان شحاته بمنطقه المرج الى مفتي الجمهوريه. فاكرين اهو من المحكمه يعني احنا عندنا اهو ده حتى جزء من المحاكمه النهارده اللي حصلت. فتمت احاله المتهم، اوراق المتهم، الى مفتي الجمهوريه، وتحددت جلسه 15 يناير الجاي للنطق بالحكم. ده كلام سليم. ليه بقى؟ قضيه زي دي كانت ممكن تقعد في المحاكم مثلا سنين، في المساله منتهيه. الراجل طلع، وهنا بقى الايه؟ التفاصيل مهمه. لان هو طلع من القفص يتكلم. طلع من القفص يتكلم. قال له اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي عبد الله واشهد الله. تمام كده؟ هو ايه؟ جايب من الحته العاليه قوي. اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي عبد الله واشهد الله. واسمي احمد سعيد الذي سماني به والدي. يعني الراجل ايه؟ وان ربي يسمعني في محنتي، وانا الان بين يدي سيدي وخالقي ومولاي. كلام كبير جدا يعني. لا نسخر من الكلام ولكن ممن يقول. طيب قدم بقى للقاضي ورقه، دي ورقه مهمه جدا جدا. قال له ايه؟ انه بيعترف انه هو الذي قتل القنبله سمعان شحاته، وانه قتل سمعان شحاته ده مدفوعا باوليائه. القاتل له اولياء. مين يا فندم؟ مين يا سيدنا اوليائك؟ قال لهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد ابو تريكه وهادي خشب. دول اوليائه؟ دول اولياء. طبعا انت قدام هنا زي ما قلت لكم، احنا مش قدام خلل نفسي، احنا قدام خلل عقائدي. عشان بس لان المحامي بتاعه النهارده قال ان هو مختل عقليا وطلب ان هو يتعرض على طبيب نفسي. لكن احنا مش قدام وده القناعه اللي ترسخت عند النيابه لما حققوا مع القاتل قنبله شحاته، انه هذا شخص يعاني من خلل عقائدي مش خلل نفسي خالص. ولذلك مثلا يعني انا صحيح مش مع يعني المحامي القدير يعني نجيب جبرائيل، لانه عاوز يطالب بانه الناس اللي جم في الاعترافات بخط ايد قاتل القنبله سمعان شحاته يتحقق معاهم عشان يشوف. هو عاوز يتحقق مع محمد بديع وابو تريكه وهادي خشبه وخيرت الشاطر، لانه قاتل القنبله قال انهم اولياؤه. انا شايف انه القضيه بهذا الشكل مثاليه جدا. هو الراجل قتل فاعترف فأحيلت أوراقه إلى المفتي وتم تحديد وقت للحكم، ونغلق القضية عند هذا الموضوع. وده نموذج يعني، ده نموذج عشان الناس بتقعد يقول لك بقى إيه أصل دي قضية عشان الطرف التاني فيها مسيحي وقعدت كتير و إلى آخره. لا، المسألة مش كده. القاضي رسخ في يقينه خلاص، الراجل معترف والشواهد كلها عليه، ولا يحتاج إلى جلسات كثيرة ينظر فيها ويسمع الى شهود وشهود تضحت شهود ومحامين يستغلون ثغرات، ونقعد نلاقي نفسنا مثلا 3 4 سنين 5 سنين والقضيه لسه شغال. نموذج اهو، نموذج. يمكن ده اللي بيخلي الناس تتساءل، طيب ليه القضايا بتاعت الارهابيين يعني اللي هم بيبقوا ممسوكين ومعترفين ان هم كذا بتطول؟ قضايا كتير صحيح والاعباء كتير صحيح، لكن ان احنا محتاجين الى عداله ناجزه. واعتقد انه العداله الناجزه اللي حصلت النهارده في قضيه القنبله سمعان شحاته يمكن ان تريح القلب كثيرا. لكن مساله انه نجيب جبرائيل بقى يقول لك لا دول نجيبهم ونستدعيهم ونحقق معاهم، هو الواد يعني اتخبط في عقيدته اذا جاز التعبير يعني، يعني فسدت عقيدته بسببهم. بسببهم هم فسدوا عقيده ناس كتير، وفسدوا يعني ضمير ناس كتير جدا جدا. هنا انت مش ضد حد، انت بتقول خبر،
يعني هذا القاتل قدم ورق بخط ايده اعترف ان هو اللي قتل واعترف ان دول اولياءه. ما اعرفش اولياءه كانوا بيعملوا ايه معاه الحقيقه، لكن هم دول اولياءه.